بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله. النهارده هنتكلم عن مسجد بجد تحفه فنيه ومعماريه، لانه بيعمل مزيج ما بين العماره الاسلاميه والعماره الايطاليه. المسجد ده اسمه مسجد السلطان عمر علي سيف الدين. طبعا قبل ما نبدا في تفاصيل المسجد، ريت نعمل لايك وكومنت ونشترك في القناة عشان نقدر نوصلكم كل جديد. ونرجع تاني نتكلم عن مسجد السلطان عمر علي سيف الدين. مسجد السلطان عمر علي سيف الدين بيقع في مدينة بندر سرا باكوان، بندر سرا باكوان في سلطنة بروناي، في سلطنة بروناي. المسجد ده هو مسجد ملكي اسلامي، تم البدء في بناء المسجد ده عام 1954، وتم انتهاء من البناء وافتتاح عام 1958. ويعتبر المسجد ده المسجد الاول والاكثر جذبا للسياحة في منطقة اسيا والمحيط الهندي. والمسجد ده بيتسع اكتر من 3000 مصلي. طيب، هو بيحمي اسم السلطان عمر علي سيف الدين، وهو السلطان رقم 28 للسلطنة. تكلفة بناء المسجد قدرت بحوالي 5 مليون دولار، وزي ما قلنا انه بيجمع في تصميمه ما بين العمارة الاسلامية والعمارة الايطالية، حيث ان المصمم والمهندس المصمم اللي قام بتصميم مسجد مهندس ايطالي اسمه يودو ليفو نوري. والمسجد ده بيقع على بحيرة صناعية قرب ضفة نهر بيوناوي. بيتكون المسجد من بناء رخامي ضخم وبيضم عدة مآذن عالية جدا، ويوجد بها مصاعد عشان الزوار والسياح ممكن يشوفوا شكل بانورامي للمدينة كلها من أعلى المأذنة، وبتحيط به مياه من كل الجوانب، وبيضم أيضا حديقة خضراء فيها أزهار نادرة وجميلة جدا وبها نافورة مياه. ومميز جدا في المسجد ده القبة الرأسية بتاعته، حيث ان تمت صناعتها من الذهب خالص، وكمان تم استيراد مواد البناء من عدة دول مختلفة. يعني الجرانيت تم استيراده من مدينة شنغهاي، ويخام تم استيراده من ايطاليا، والسجاد تم استيراده من السعودية، والاضاءة تم استيرادها من بريطانيا. يبلغ ارتفاع قبة المسجد حوالي 52 متر، والجزء الداخلي للمسجد هو طبعا مخصص للصلاة، وتم تزيينه بالنوافذ الملونة وأعمدة الرخامية. المهم أوي بقى في المسجد ده، وجهة النظر المعمارية فيه إن هو ضم كذا أسلوب من أساليب العمارة الإسلامية ودمج فيها العمارة الإيطالية. نتمنى يكون المسجد والمعلومات اللي قلناها عنه عجبتكم، وزي ما قلنا ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة ومشاركة لكل الناس، تدعوهم للقناة يشوفوها ويشوفوا المعلومات اللي بنقدمها من الناحية الهندسية، وغير مهندسين كمان ممكن معلوماتها تعجبهم ويعرفوا أماكن جديدة ويسافروا دول جديدة ويشوفوا أماكن مختلفة وأجمل ما اتعمل بنايات في العالم كله، سواء بنايات هندسية أو مساجد إسلامية أو غير ذلك. هنقول أنواع كتير بعد كده عن أجمل وأعجب وأغرب البنايات اللي اتبنت على مستوى العالم. وشكرا. Oh,
جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء يا حبيب.